بصوا همسك بقى كرة كرة كده، وهقوم بصوا هغطس كده الكرة في الزيت اهي، بصوا شقلبها كده في الزيت واحطها شوية زيت كده في الطبق اهو بالشكل ده، بصوا اهو خلاص، واغطيهم واسيبهم يستريحوا. انا مفيش خميره، بس طبعا انتوا دايما برضو عارفين ان احنا اي عجينه شغالين بيها لازم اسيبها تستريح. هغطيها بكيس بلاستيك ستريتش اي حاجه وهسيبها تستريح شويه خلاص. طيب تعالوا بقى ايه هنا على الرخامه، سطح الرخامه كده ابدا اجيب العجينه المستريحه عشان اشتغل فيها. هجيب كده العجينه اللي انا ريحتها تمام، وابدا اجيب شويه زيت على الرخامه اللي عندي او على السطح اللي انا بفرد عليه اهو شويه كده، وابدا احط ايه العجينه اللي عندي تمام. ابدا كده مش محتاجه نشابه خالص، مش عايزه افرد بنشابه تمام اهو، هفرد بايدي هفضل كده اغطس في الزيت، وبصوا من جوه لبره بفرد، مش محتاجه نشابه خالص، مش عايزه افرد بنشابه اهو، ببدلهم كده اهو، بفرد كده كل العجينه اللي عندي بالشكل ده اهو على قد ما تقدروا، رفعوا بس الجزء اللي من جوه عايزاه شويه محمل عشان يشيل معايا الحشو. بصوا بسيطة وسهلة جدا، مش محتاجة أي حاجة، بالراحة كده أهو ببدأ بصوا أفرد بالشكل ده كأني بعمل فطير شرقي، بس مش هرفع قوي نفس الرفع بتاع الفطير الشرقي، أو على الأقل الرفع ده مش هرفعه يعني من جوه، هخلي العجينة رفيعة جدا، الزيت هيساعدني إن أنا أعمل كده. بصوا يعني هتلاقوا العجينة شفافة، شفة على الرخامة أهي، بصوا أهي، بس في نفس الوقت انا عايزه الجزء اللي من جوه ده يبقى محمل شويه عشان اعرف ان انا احط فيه الحشو اهو. بصوا شايفين هي شافه اهي رفيعه جدا، بس عايزه الجزء ده يبقى محمل شويه اللي في النص، مش محتاجه بصوا ولا نشابه ولا اي حاجه. ابتديت بقى هعمل ايه بعد ما فردتها بالشكل ده، هجيب بقى اي حاجه انا عايزاها، هجيب شويه جبنه اهو، اي بقى حشو موجود عندكم عايزين تحطوه تمام اهو بالشكل ده، وهبدا اجيب شويه فلفل الوان، شويه فلفل اخضر على حسب اللي موجود عندي، وشويه مثلا زيتون مفروم، اي حشو. بصوا الحشو مش مرتبطين بحاجه خالص، وابدا اعمل ايه اقفل بقى عليها، اجيب كده الجزء ده اقفله اهو بالشكل ده، الجزء ده اقفله بشكل بسيط خالص. استاذ حسين صباح الفل، واحط كده الطاسه على النار. استاذ حسين صباح الفل. ايوه صباح الفل يا شيف، عامل ايه يا استاذ حسين؟ ونقفل كده عليها برضو الجنبين دول كده يا استاذ حسين. اهلا تسلم ايدك والله، الله يخليك، تسلم ايدك على كل اكله وكل حلقه و... ودايما منورانا بحلقاتك الجميله خليك. يا شيف والله الله يخليك، تسلم، ربنا يديك الصحه ومتحرمش من وصيتك واكلاتك الجميله والشهيه دي. الله يخليك الله يخليك يا استاذ حسين، تسلم، اتفضل. لا متابعين والله الحلقه يا شيف النهارده، يعني يوم جميل معجنات النهارده. تسلم لنا تسلم لنا، ده في وصفات حلوه جدا، اتفرجوا بقى وتابعوها. لا نتفرج على الحلقه، متابعين الحلقه من الاول. صباحك جميل وصباحك زي الفل يا استاذ حسين، تسلم، شكرا يا استاذ حسين. بصوا جبت بقى التانيه اهي، وهبدا احط شويه زيت كده، وبرده نفس القصه ببدا ان انا افردها اهو، اشيل لكم دول كده هنا اهو بالشكل ده كده، الزيت بيخليني دي يساعدني ان انا افرد اهو بالراحه خالص، وطول ما هي مستريحه مش هتقطع معايا، حتى لو في جزء اتقطع من الجناب انا كده كده بطبقه فمش بيبان. اهم حاجه الجزء اللي انا في النص عايزاه يكون محمل شويه، يعني بصوا الحته دي عندي بقت رفيعه قوي، لو حطيت عليها حشو وطبقت هتتقطع، فاحاول ايه اخليها في الطرف الحته اللي انا هطبقها اهو، اظبطها على كده
تمام. ابدا كده ايه اجيب شويه حشو وهكذا، شويه زيتون. الفكره بقى في الحشو ان انتوا تعملوا المتاح، المتاح عندكم تعملوه، مفيش حاجه معينه عايزاكم ترتبطوا بيها، المتاح عندكم تقدروا ان انتوا تعملوه. مميز صباح الفل. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله، تسلم ايدك والله على الله يخليك. الله يخليك، ربنا يديك الصحه يا رب. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي والله. انت يخليك، ذوق قوي وكويسه جدا. تسلامي يعني، تسلمي يا حبيبتي والله. وبنحب نتفرج عليك على طول والله. الله يخليكي، تسلمي لي، تسلمي لي والله. بس ممكن اعمل بس اهداء، بس انا زعلانه من مي. ليه؟ انا هقول لك بقى. من مي، انا بحسب زعلانه من نيلة. لا من مي. طيب ماشي ماشي، قولي لي. مي سابتني يا شيف اسماء وسافرت مع مرات عمها واولاد عمها. طب تتبسط شويه، ايه المشكله؟ لا انا زعلانه اللي هي سابتني. لا معلش ما تزعليش، خليها تتبسط شويه. هم عندهم شقه في اسكندريه وقاعده من يوم السبت. طب ما تروحي معاهم، ما رحتيش معاهم ليه؟ انا ما رحتش عشان رشا بنتي اللي هي تولد قاعده معايا. طب خلاص بقى، هنعمل لك ايه بقى مي بقى؟ انت عندك ظروف بقى، سيبي الست تروح تتبسط شويه. بس انا زعلانه منها ومن رانيا بنتي الكبيره، هم اللي راحوا وسابوني. لا ما تزعليش ما تزعليش، يلا ربنا يخليك بقى رشا، ان شاء الله تقعد بقى معاكي تسليكي بالبيبي الجديد. شكرا يا حبيبتي، سلام يا حبيبتي، صباحك زي الفل. بصوا انا عايزه اوريكم كمان العجينه حتى اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. بصوا هي يعني دي العجينه اللي احنا عاملينها ودي المريحه، خلاص انا عايزه برضو اوريكم. بصوا هي ما بتحتاجش وقت تريح، يعني هي بتريح مفيش ربع ساعة تقدروا تشتغلوا فيها اهي. الفكرة ايه من التريح؟ بصوا انا عايزة اوريكم، بس فردت دي قصدة عشان اوريكم الفكرة ان انتوا بتسيبوها تريح ليه. بسيبها تريح عشان وانا بفردها ما تقطعش معايا القطعات دي، لو انتوا اشتغلتوا فيها على طول هتلاقوها بصوا قطعت معاكم. فالتريحة دي بتخليها لي زي ستريتش، زي اللبان شوية، نفس الفكرة دي نفس الفكرة اللي أنا بتكلم فيها. التريحة بتخليها لي زي اللي بين، بفرد تتفرد معايا، بفرد تتفرد معايا. فهو دي النقطة برضو اللي أنا إيه عايزة أوريها لكم عشان تبقوا عارفين الفرق، ليه أنا بسيبها تستريح. حط آخر واحدة كده نعملها. ممكن بقى وإحنا بنعمل دي ناخد أول واحدة عملناها برضو بسيبها تستريح 10 دقايق كده بعد ما أعمل الخطوة دي، وأقوم حاطة مثلا مكعب كده زبدة كده إيه يعني مطعمه بيه الطاسه كده بالشكل ده، خلاص. وابدا احط، بصوا اهو على الطاسه، مش محتاجه تستوي يعني اكتر من الطاسه، هي العجينه رفيعه خالص مش اخده سوى، فمش هتاخد وقت خالص غير الطاسه. وخلي بالكم لما تحطوها لازم تتابعوها، لان هي ما بتاخدش دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش ده،